اهلا بكم في قناة مساء الاخبار، واهلا بكل المتابعين والمشتركين في فيديو جديد وعن اهم الاخبار العاجلة وقصف اسرائيل الجديد لدولة عربية غير سوريا. تعالوا مع بعض نعرف اهم التفاصيل واخبار عاجلة اخرى، فياريت نتفرج على الفيديو ده للاخر. وكمان في حاجة مهمة عايزة اتكلم فيها مع حضراتكم قبل ما نبدأ، بفكركم بالاشتراك وتفعيل الجرس، وياريت نعمل لايك وشير للفيديو عشان يوصلكم كل جديد. زي ما حضراتكم شايفين في الصورة اللي قدامكم دي، صورة حية لسه متاخدة دلوقتي من غزة، في ضرب حاليا في فلسطين وقصف اسرائيلي بالصواريخ والدنيا مقلوبة. وليه وايه اللي حصل وايه اللي خلى الاشتباكات ترجع مرة تانية؟ كل التفاصيل دي هنعرفها من خلال هذا الخبر اللي نازل على موقع اندبندنت بالعربية. زي ما انتم شايفين كده العنوان، الجيش الاسرائيلي يشن غارات جوية على مواقع في غزة ردا على اطلاق صواريخ من القطاع بعد وفاة القيادي في حركة الجهاد الاسلامي خضر عدنان. الناس زعلت على وفاة هذا المجاهد اللي مات من الاضراب، وهنعرف بالظبط اللي حصل. وطبعا ضربوا صواريخ على اسرائيل، واسرائيل طبعا ما بتكدبش خبر، راحت على طول ردة وضرب عليهم. تعالوا نشوف التفاصيل مع بعض. ولسه لغاية دلوقتي وانا بكلم حضراتكم، في لغاية دلوقتي ضرب وفي لغاية دلوقتي غارات اسرائيلية على غزة، على قطاع غزة، والدنيا لسه شغالة، بتهدى شوية كده ترجع تاني تضرب، لسه الدنيا شغالة. وياريت حبايبنا في غزة والحتت والاماكن دي ربنا يكون في عونهم، ان شاء الله النصر قريب وهترجع لهم بلادهم. اتمنى منكم تكتبولي في التعليقات لو قدرتوا الحال عندكم عامل ايه، الدنيا هدت ولا لسه الصواريخ شغالة. المهم الخبر بيقول ان قصفت الطائرات الحربية الاسرائيلية ليلة الثلاثاء عدة اهداف في قطاع غزة ردا على اطلاق صواريخ من القطاع بعد وفاة القيادي في حركة الجهاد الاسلامي بالضفة الغربية خضر عدنان نتيجة إضرابه عن الطعام داخل سجن إسرائيلي استمر 87 يوم، في أول وفاة لمعتقل فلسطيني مضرب عن الطعام منذ أكثر من 3 عقود. يعني ما حصلتش الوفاة دي من 30 سنة بالطريقة دي. وقبيل منتصف ليلة الثلاثاء وطبعا صباح الأربعاء النهاردة، شنت المقاتلات الحربية الإسرائيلية سلسلة غارات جوية استهدفت 7 مواقع أمنية تابعة لحركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة بحسب مصادر أمنية وشهود عين. لم تسفر الغارات عن وقوع إصابات بحسب المصادر الطبية الفلسطينية لغاية دلوقتي، بينما ألحقت أحداها أضرارا مادية في عدة منازل قريبة من موقع أمني في شمال مدينة غزة. يعني جنب المواقع الأمنية اللي هم ضربوها دي أكيد جنبها بيوت، إذا استهدفت الطائرات الحربية ب6 صواريخ على الأقل فأكيد البيوت دي هتقع أو يجري لها حاجة. وأكد سلاح الجو الإسرائيلي في بيان صحفي بدء مقاتلاته الحربية بشن غارات على القطاع بدون مزيد من التفاصيل. يعني احنا هنضرب ما تكلمش أكتر من كده. من جانبها قالت كتائب عز الدين القسام الجناح المسلح لحركة حماس في بيان صحفي ان الدفاعات الجوية بتتصدر طيران الحرب الصهيوني المغير على قطاع غزة بصواريخ ارض جو. واكد شهود عيان اطلاق 5 صواريخ من قطاع غزة على بلدات في جنوب اسرائيل. وقالت حركة حماس في بيان يوم الاربعاء ان رئيس مكتبها السياسي اسماعيل هنية بيعمل اتصالات مع مسؤولين مصريين وقطريين لوقف الضربات الاسرائيلية على غزة. كل ده حصل النهاردة بسبب وفاة خضر عدنان اللي لقوه النهاردة في زنزانته ومغمي عليه، مغمى عليه معذرة. في وقت سابق قالت إدارة السجون الإسرائيلية أن خضر عدنان الذي كان ينتظر المحاكمة وجد صباح اليوم في زنزانته ومغمى عليه، وأضافت أنه نقل على إثر ذلك لمستشفى حيث أعلنت وفاته بعد محاولات لإنعاشه. وخرجت المئات في مسيرات في غزة والضفة للتعبير عن حزنهم على وفاته التي وصفها قادة فلسطينيون بأنها عملية اغتيال، كما أطلق وابل من الصواريخ على إسرائيل. وأعلنت الغرفة المشتركة اللي بتمثل الفصائل المسلحة ومنها حركتي حماس والجهاد مسؤوليتها عن الإطلاق. وقال الجيش الإسرائيلي إن في 3 صواريخ على الأقل أطلقت من غزة في غضون ساعات من وفاة عدنان، وأعقبها إطلاق 26 صاروخ
بعد ظهر الثالث، يعني بدأوا بكم صاروخ الأول، بعد كده بعد صلاة الظهر جه على إسرائيل 26 صاروخ، وقع منهم في مدينة اتنين، يعني وقع منهم اتنين في مدينة سديروت، وده على فكرة الإنذارات وكانت البلد مقلوبة عندهم، ما أدى لإصابة 3 من بينهم مواطن أجنبي عنده 25 سنة. قالت خدمة الإسعاف الإسرائيلية أنه أصيب بشظايا خطيرة. ونظمت المتاجر في مدينة الخليل بالضفة إضراب عام، وأضرم محتجون النار في إطارات سيارات، ورشقوا جنود إسرائيليين بالحجارة ليرد الجنود بإطلاق الغاز المسيل للدموع والأعيرة المطاطية تجاههم، ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات. وعقد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اجتماع مع مسؤولين أمنيين علشان يقيموا الوضع، وقال مسؤول في الجيش الإسرائيلي إن إسرائيل سترد في الوقت والمكان اللي هتحددهم. الكلام ده طبعا عاملينه من شوية. أما عن حكاية خضر عدنان اللي معرفوش، أضرب عدنان عن الطعام 3 مرات على الأقل من سنة 2011 احتجاجا على اعتقال إسرائيل لي من دون توجيه اتهامات، معتقلينه من غير أي محاكمة ولا توجيه اتهامات. واعتاد معتقلون فلسطينيون الإضراب عن الطعام، وأحيانا بينفذوا ذلك بشكل جماعي، ووقعت آخر حالة وفاة لمعتقل مضرب عن الطعام سنة 92. ورفض محامي عدنان رواية إدارة السجون، واتهمهم بأن هم السبب في موته، خاصة الإهمال الطبي اللي حصل له. وقال المحامي بتاعه جمال الخطيب لرويترز عبر الهاتف: طلبنا بنقل الشيخ عدنان لمستشفى مدني علشان يتم متابعته بشكل أفضل، ولكن الطلب قوبل بتعنت ورفض من قبل سلطات السجون الإسرائيلية. وعدنان كان ساعتها عنده 45 سنة، هو عبارة عن خباز والدنيا من سكان جنين بالضفة الغربية، وأب ل9 ولاد. وقالت مصادر بحركة الجهاد الإسلامي إنه كان قيادي سياسي بالحركة. يقصد هنا قيادي سياسي يعني ليه آراء، يعني مش عسكري، ما بينزلش يعمل عمليات. ونشاط حركة الجهاد محدود في الضفة، لكنه تاني أقوى فصيل مسلح في قطاع غزة اللي بديله حركة حماس. فدي بينا بقى كلام تاني بقى ما بين حماس واللي حصل، وإن بالإمكان تفادى موته لو كان فعلا نقلوه المستشفى زي ما قالوا، لكن رفضوا الخضوع لفحوصات طبية وان هو يتلقى العلاج، فده كله خلاه ان هو يموت، خصوصا انه فقد 40 كيلو من وزنه، وكان بيعاني من مشاكل في التنفس لكنه كان فعي. ربنا معاهم طبعا. دي يعني حكيت لكم التفاصيل من بدايتها لنهايتها، ولغاية دلوقتي زي ما بقول لحضراتكم الضرب بيهدى وكده بيرجع تاني، في صواريخ بتطلع من غزة وبيقابلها صواريخ اكتر من ناحية اسرائيل، وربنا يستر عليه. اما الخبر التاني فنازل على موقع مستقبل ويب، بيتكلم عن انفجار بقاعدة تابعة للحرس الثوري في ايران. حصل انفجار في قاعدة عسكرية قرب مدينة ايرانية اسمها دمجان او دمغان، خلال نقل ذخيرة، والذخيرة دي او القاعدة العسكرية دي تابعة للحرس الثوري الإيراني، والموضوع لغاية دلوقتي قيد التحقيق. ما قالوش ان في اضرار او اصابات حصلت، ولكن كل اللي قالوه ان حصل انفجار اثناء نقل ذخيرة داخل القاعدة، ولغاية دلوقتي الملابسات بتاعته مجهولة، ومحدش يعرف مين اللي عمل الانفجار ده وايه السبب. هل اسرائيل، هل طيارة مسيرة، هل في غلطة، في حاجة غلط بتحصل عندهم؟ هو ده اللي مخلي الموضوع منتشر، ان الغموض اللي وراه وان هما مش عايزين يعلنوا اي حاجة. الخبر اللي معانا بعد كده عن امريكا نفسها. امريكا في خبر نزل سكاي نيوز بيقول على ان منطاد غامض بيحلق فوق امريكا، والجيش لا يشكل تهديد. الموضوع وحكاية المنطاد ده نقلت شبكة NBC نيوز عن 3 مسؤولين امريكيين قولهم ان الجيش بتتبع منطادا غامضا حلق فوق الاراضي الامريكية. ووفق المسؤولين الذين لم يكشف عن أسمائهم، فإنه لم تتم معرفة طبيعة المنطاد، يعني هو جاي ليه أو بيعمل إيه، أو الجهة التي يتبع لها. وذكر المسؤولون إن المنطاد قد طار متجاوزا أجزاء من هاواي، لكنه لم يمر فوق أي مناطق حساسة، وده اللي خلاهم ما يشكوش فيه يعني. وحسبما ذكر أحد المسؤولين، فإن الجيش الأمريكي يتتبع المنطاد منذ أواخر الأسبوع، وقد صنفه على أنه لا يشكل أي تهديد لحركة الطيران أو حتى
الأمن القومي ولا يرسل إشارات. وأيضا لم يستبعد المسؤول إمكانية إسقاط الجيش للمنطاد في حال اقترابه من الأرض، موضحا أنه لم يعرف للآن إن كان مخصص لدراسة الطقس ولا موجود ليه أصلا، لكن هم سايبينه ومراقبينه ولغاية دلوقتي معرفوش هل جاي من الصين ولا جاي من أنهي دولة، محدش عارف عنه أي حاجة. أما الخبر الأخير معانا، زلزال حصل النهاردة في الصين، زلزال قوي حوالي 5.3 على مقياس ريختر. أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية يوم الثلاث أن زلزال قوته 5.3 درجة على مقياس ريختر ضرب مقاطعة يونان الصينية. وحصل الزلزال الساعة 3:30 بالتوقيت المحلي على بعد 34 كيلو من مدينة باوشان في الصين، والتي يبلغ عدد سكانها 935,000 نسمة. فتخيلوا لو قدر الله، لو قدر الله لو حصل زلزال كبير في المنطقة دي أو زلزال مدمر، هتبقى الضحايا يعني عددها كتيرة جدا. ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار حتى الآن. برضو زلزال 5.3 ده زلزال لا يستهان به. دي كانت أهم الأخبار وأهم الحاجات اللي حصلت النهاردة، ولسه في حاجات تانية هنتكلم عنها في فيديو اللي جاي. ما تنسوش يا جماعة الاشتراك وتفعيل الجرس، فياريت تابعونا في آخر المستجدات اللي بتنزل من اللي بيحصل حوالينا في العالم عشان نكون دريانين. أما الحاجة بقى اللي كنت عايزة أتكلم مع حضراتكم فيها، معلش أنا عارفة إن الفيديو طويل، في ناس بتتهمنا بإن إحنا كذابين وبنجيب الأخبار من عندنا. أديكوا شايفين أنا بجيب لكم من صدر بلد، من سكاي نيوز، من العربية، من أهم مواقع الأخبار في العالم، وبشوف الخبر مع حضراتكم، وساعات بقول رأيي وساعات بقول رأيكم في التعليقات. يعني ما بجيبش حاجة من عندي. ممكن في بعض الأحيان الناس بتحس إن العنوان مهول شوية أو مكتوب بطريقة أوفر شوية عن الحدث نفسه، ولكن يعني هي دي طريقة الإعلام لشد انتباه الناس. ولكن الموضوع نفسه هتلاقوه موجود. يعني لو كلمنا عن زلزال في العنوان اكيد هتلاقوا زلزال جوه، كلمنا عن قطاع كهرباء هتلاقوا في انقطاع كهرباء، وهكذا، وحاجات كتيره جدا عشان بنحاول فيها ان احنا نجذب انتباه الجمهور والناس لمعرفه التفاصيل اللي بتحصل في العالم. دي كانت حاجه كنت عايزه اكلم حضراتكم فيها. لو في حاجه تانية عايزين تعلقوا فيها على القناه او حاجات معينه عايزين تشوفوها، اكتبوا لي برده في التعليقات، احنا بنقرا وبنرد على قد ما نقدر على اكتر التعليقات اللي موجوده. شكرا، اشوفكم بخير.